جهزتوا كل الأمور؟ مفكرين إني رح أضل قاعدة بقصري وما رح خلص حفيدتي من إيديهم؟ بس يا ستي ميرا؟ يا ستي شو عم تساوي كمان؟ آه؟ شوفي شو ناوية تساوي؟ رح أروح أخذ حفيدتي. رح تأخذيها بهالطريقة؟ ما بيصير. مو أنت اللي بتعلمني شو اللي بيصير وشو اللي ما بيصير، وما رح ضحي أبداً بسلامة حفيدتي مشان حبك السخيف ويلي ما إله أي قيمة عندي. وحتى ما بعرف شو ممكن يصير وأنا عم حاول أخذها من بيت عدونا، ما بيهمني أبداً. اصحابي رجع لك بسرعة، أنا رح روح، أنا رح أخذ إليف وإجي ومن دون ما أي حدا يتأذى. مبين إنك الآن على أهل شاد أوغلو، لتكون تخليت عن انتقامك منهم. يا ستي أنا رح روح وأخذ إليف من بين إيديهم، رح أخذها منهم ورح شيبها، وبشي يوم رح روح مشان أخذ انتقامي، وبهداك اليوم رح أخذ انتقامي وأرجع. بس ممنوع حدا يتدخل بهالشي أو يقرر إمتى لازم أخذ انتقامي غير أنا يا ستي. كتير منيح، لكن لا ترجع من دون أختك. لا تلحقني فرات. ما بيصير ابعتك لحالك لعند العدو يا ميران، ما فيني. ما حدا رح يجي معي، أنا لحالي بروح بحل هالموضوع بدون ضجة. ميران لا تعملها، بركي احتجت لأي مساعدة هنيك وبركي. رح روح لحالي، أنت رح تضل هون مشان ما تبقى عائلتي لحالها. إذا أنت رحت ما رح يضل في عائلة أصلاً. كل يلي تحت هالسقف من آل أصلاً، مو هيك ستي؟ مزبوط، بس في حدا ناقص. لا ترجع قبل ما تاخد إليف. ميران بتلاقي حدا على السطح رح يساعدك بهالشي.